بعد سنوات طويلة من الإهمال الذي طال المنشآت الرياضية بوادي حضرموت، نادي البرق الرياضي بمديرية تريم يكتسي حلة جديدة بعد تأهيل منشآته. تضمن المشروع الذي يعد الأول من نوعه بمديرية تريم لمنشأة رياضية بناء منصة ومدرجات ومبنى استثماري للنادي، إضافة إلى فرش أرضية الملعب بالعشب الصناعي المعتمد دوليا. نفتتح في محافظة حضرموت وفي تريم بمعية الأستاذ القدير عصام بن حبريش وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء، وهذه المنشآت اليوم التي تترجم على الواقع هي دعم لكل قطاع الشباب والرياضي. يأتي افتتاحنا لنادي البرق الرياضي والثقافي في مديرية تريم من ضمن أيضا خطة مشاريع قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت. السلطات المحلية بوادي حضرموت وضعت خطة هذا العام لتأهيل 10 ملاعب كمرحلة أولى، وهو ما يمثل فرصة للرياضيين الذين حقق الكثير منهم ألقابا متقدمة خلال مشاركاتهم الخارجية رغم ضعف البنية التحتية الرياضية. هذا المشروع ليس المشروع لهذا المشروع، بل هو باكورة عمل لعدة مشاريع للسلطة المحلية ستساهم بها في جميع أبنائنا الرياضيين في وادي حضرموت. فهذا الافتتاح المنشأة ثلاثة سبقت مشروع تعشيب الأستاذ السيئون الأولمبي، وهذا اليوم في هذا المكان فهنيا لهم. كذلك مشروع جار العمل فيها وهو مشروع نادي القطن منشآت وتعشيب هذا النادي العريق في مديرة القطن، كذلك نادي اتحاد بسيئون وجار العمل في هذا المشروع، كذلك طرح الأخ اللواء فريس الميد البحثي نائب رئيس المجلس عضو المجلس الرئاسي محافظ المحافظة وقائد المنطقة العسكرية مشروع حجر الأساس لتعشيب 10 ملاعب كمرحلة أولى من مجموع 22 ملعب على مستوى الوادي والصحراء. تأهيل نادي البرق الرياضي والأعمال الجارية في أندية أخرى سيكون لها تأثير إيجابي على النشاط الرياضي الذي يشهد إقبالا كبيرا على مختلف مجالاته، كما ستتسع لعدد أكبر من الجماهير التي لا تجد مدرجات تستوعبها في المناسبات الرياضية.